أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مواطنون بأبين يحتجون على احتجاز السعودية 29 جندي. الصحافة الفرنسية: الجميع في اليمن مستعدون للقتال حتى النهاية. صحيفة عربية تتساءل كيف يعيش أهالي الحديدة هذه الأيام. ومن الصحافة العربية: الإفراج عن أشهر سجينة فلسطينية. أهلا بكم. يتحدث موقع عدن الغد عن جهود تبذلها ميليشيات الحوثي، وذلك لطباعة مئات الآلاف من الكتب المدرسية ذات البعد الطائفي. وعنون موقع عدن الغد: أحلت الصرخة بديلا للنشيد الوطني، الكشف عن استكمال الميليشيا عملية حوثنة المناهج الدراسية. ذكر مسؤولون تربويون في صنعاء وفقا للموقع أن الميليشيات الحوثية تسابق الزمن منذ أسابيع لإنجاز طباعة مئات آلاف الكتب الطائفية المستمدة من ملازم الجماعة بغرض فرضها على المدارس الحكومية والأهلية خلال العام الدراسي المقبل. وأفاد المسؤولون بأن الحوثيين سبق لهم تشكيل لجنة من أتباعهم لإعادة النظر في المناهج الدراسية اليمنية المعتمدة في مدارس التعليم العام، وأقرت اللجنة على مدار 5 أشهر إجراء تغييرات على المنهج، وذلك بما يتناسب مع أفكارها الطائفية المستمدة من الملازم. وتعمدت الجماعة الحوثية في منهجها الجديد طبقا للمصادر أن يتضمن تحريفا واسعا للتاريخ اليمني وتمجيدا للحكم الإمامي الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال إلى النظام الجمهوري. إلى أبرز وأهم عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مارب، حيث عنونت الصحيفة: من الحديدة معارك عنيفة بالقريمة والمسلب والمزارع المحيطة شرق مديرية التحيتة. وفي الصحيفة أيضا تقرير بريطاني: الحرب العالمية الثالثة ستتم على السواحل اليمنية وإيران، من ستشعلها؟ ومن العاصمة المؤقتة: المجلس الانتقالي يعلن التمرد على قرارات الشرعية الدولية وقرارات التحالف. وعنوان: القوات الحكومية تنتزع مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في الجوف. ومن تعز: الجيش يسيطر على جبال الربيحة ومنطقة عيرين وتحرير مواقع استراتيجية في حيفان. اليمنيون العاديون صمود اسطوري، تحت هذا العنوان كتب وليد جحزر مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في فقرات المقال: الضحية هو المواطن اليمني البسيط الذي هانت عليه نفسه ولم يعد يستطيع مواجهة سلطة القهر والفاقة أيا كان مصدرها. والمؤكد أن أطراف الحرب استخدموا الراتب الشهري للموظف كأداة ضغط خفية لمنع حصول الاستقرار الغذائي والأسري في أدنى مستوياته للناس، بما يحقق لكل طرف غاية التحشيد والحصول على مقاتلين مستعدين للموت في جبهات المواجهة الدامية، طالما وأن خيار البقاء في المدن أو الريف لم يعد يسد مقومات الحصول على كسرة الخبز اليومية، ليصبح شعار المواطن الدائم مرحبا بالموت في الجبهات إن كان سيأتيني في منزلي حتى وأنا أتطلع للحياة. لقد أصبح الجوع سلعة يتم الإتجار بها بطريقة بشعة في مختلف مناطق الصراع في الداخل اليمني، وهي جريمة بكل ما للكلمة من دلالات، ظاهرة أفرزت معها حالة إنسانية مريرة لم يشهدها الإنسان اليمني على مر تاريخه المعاصر. في حين يرفل الأقلية من صناع قرار الحرب في حياة مليئة بالبذخ والدعة والراحة وتطلعات تحقيق الغنى الفاحش أيضا. هل يكون هذا نهاية للانفلات الأمني الذي تشهده عدن أم مجرد إجراء تكرر سابقا؟ حيث يعنون موقع الصحوانت: رئيس الجمهورية يوجه بتفعيل غرفة عمليات مشتركة ووضع حد للانفلات الأمني في عدن.
قال الموقع إن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي شدد على ضرورة وضع حد للانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن ووضع حد لها وتحديد المسؤوليات والمهام وما يترتب عليها من محاسبة المقصرين ومكامن الخلل أينما وجد. وأكد الرئيس خلال اجتماع ضم عددا من القيادة العسكرية والأمنية بحضور قائد التحالف ونائبه بعدن على أهمية تفعيل الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة تقع تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بعدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. وقال الرئيس إن العالم من حولنا ينظر إلى واقع المحافظات المحررة كنموذج لاستعادة الدولة وبناء وطن تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد. وأكد الرئيس أن الأجهزة الأمنية المختلفة ستشهد مرحلة جديدة عنوانها الثواب والعقاب باعتبار أمن الوطن والمواطن مسؤولية مجتمعية وأمنية في المقام الأول. في مقاله المنشور في صحيفة الأيام يتساءل نصر زيد عن سر بقاء مسؤولين في عدن منذ العهود السابقة دون أن يطالهم التغيير. وأضاف الكاتب: لقد طفح الكيل في تصرفات بعض مسؤولي الدولة وخاصة من بعض مدراء العموم وبعض الوكلاء لمحافظة عدن والذين هم من العهد البائد عهد البطشي والإرهاب والفساد، وما زالوا يمارسون تصرفاتهم الهوجاء تجاه المواطنين وبنفس الوتيرة والأسلوب لأنهم تطبعوا على ذلك، وتفكيرهم الأول والأخير هو السلطة والنفوذ وجمع المال غير المشروع، غير مبالين بالتغيير أو ما يدور حولهم من مشاهد مأساوية ومرض وفقر وضنك العيش الذي يتجرعه المواطن البسيط، وما تبر به البلاد من حرب وخراب وأزمات اقتصادية كثيرة والتي بعضها مفتعلة بفعل فاعل. وهذا ليس بغريب لأن أغلب مدراء العموم في عدن من العهد السابق ولم يتم تغييرهم حتى الآن. لماذا وما السبب؟ لا أعلم. إلى صحيفة الأيام الصادرة في عدن والتي ركزت على احتجاجات في أبين، وعنونت الصحيفة: مواطنون بأبين يقطعون طريقا عاما احتجاجا على احتجاز السعودية 29 جندي. تقول الصحيفة إن عشرات المواطنين في أبين أقدموا على قطع الخط العام بوادي حسان شرق مدينة زنجبار احتجاجا على احتجاز السلطات السعودية 29 جندي من أبناء المحافظة للشهر الثاني على التوالي في منطقة مهران الواقعة في جنوب جبهة علب بمحافظة صعدة. وأكد المواطنون في أحاديثهم للأيام أن إقدامهم على قطع الخط العام من أجل المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الجنود الذين احتجزتهم السلطات السعودية وأودعتهم السجن نتيجة شجار حصل في اللواء بمنطقة مهران بينهم وبين عدد من الجنود السعوديين. وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ أبين اللواء الركن والتحالف العربي بالتدخل في إطلاق أبنائهم من السجون السعودية من خلال التواصل مع القيادة السعودية. سنذهب مشاهدينا الكرام إلى فصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نذهب الآن لمطالعة أبرز ما ورد في المواقع والصحف العربية والعالمية، والبداية من موقع راديو فرنسا حيث قال: من خلال مطالعتنا اليومية للصحافة الفرنسية فقد ركزت الصحف الصادرة في باريس اليوم على ما أطلقت عليه هدنة، وقد درجت الصحافة الفرنسية على تسمية المعارك باليمن بالحرب المنسية. وعنون موقع راديو فرنسا الدولي الإخباري: الحرب في اليمن، التهديد بوقف الهدنة يحوم فوق مدينة الحديدة. قال الموقع إن قوات الحوثي المتمردة نددت بشن هجوم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ضد عدة نقاط في مدينة الحديدة، وقبلها ادعى المتمردون بأنهم نفذوا هجوما على مطار أبو ظبي. ولم تؤكد الإمارات العربية المتحدة ولا المملكة العربية السعودية هذا الهجوم بين التهديدات والحرب الحقيقية. يبدو أن وقف الهجوم على الحديدة الذي صدر في الأول من يوليو من قبل القوات المواليه للحكومه من اجل المفاوضات التي تقودها الامم المتحده
أصبح أكثر وأكثر تهديداً، وفي يوم الأربعاء 25 من يوليو بعد هجوم الحوثيين على السفن السعودية أعلنت الرياض عن وقف صادرات النفط الخام عبر مضيق باب المندب حتى تصبح حركة الملاحة البحرية في المنطقة أكثر أماناً. هذا المضيق في جنوب البحر الأحمر هو عبارة عن ممر للعديد من الناقلات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق إلى العالم، وقد رفع بسرعة هذا الإعلان أسعار النفط. ووفقا لكثير من الخبراء، تأمل المملكة العربية السعودية في التدخل الدولي في الصراع، وعلى مدى أشهر حذرت الرياض المجتمع الدولي من التهديد الذي يشكله الحوثيون على ميناء الحديدة. أما بالنسبة للجانب المؤيد للحكومة وكذلك جانب المتمردين، وطبقا للموقع الفرنسي فإن الجميع مستعد للقتال حتى النهاية للاستيلاء على الحديدة الاستراتيجية التي تمر عبرها 70% من الواردات، في حين أن الملايين من المدنيين على وشك المجاعة. ضبط إيران في المنطقة، تحت هذا العنوان كتبت فاطمة ياسين مقالها المنشور في العربي الجديد، نتابع. لا يبدو أن ترامب يملك خطة لتحويل حلمه الحريري إلى حقيقة سياسية، لكنه أشعل فتيل البداية بخروجه من الاتفاق النووي مع جملة من الإجراءات العقابية توجت بتهديد إيران بحرمانها من بيع نفطها. ليس هناك رغبة جادة بتغيير النظام الإيراني، ويعرف الأمريكان أن تكلفة تغيير القيادات السياسية بطريقة درامية كالتي حدثت في العراق باهظة التكلفة، ولذلك يرغب ترامب بحرب استنزاف اقتصادية متسارعة ومؤثرة تبدأ بالحصار، ولديه داعم أساسي في الخليج يمكنه أن يلعب دورا فاعلا في حرب النفط، إضافة إلى الضربات التي توجهها إسرائيل بشكل أسبوعي تقريبا إلى أهداف إيرانية في سوريا، وهجمات التحالف العربي الذي يحارب في اليمن مجموعات تدعمها إيران يمكن أن تشكل زعزعة للنفوذ الذي تحاول إيران ترسيخه، ويتطلب منها مزيدا من الاعتمادات المالية الضخمة وصولا إلى لحظة تقف فيها عاجزة عن التمويل. تعنون صحيفة الشرق الأوسط حول الحياة في محافظة الحديدة، وتقول الصحيفة: خنادق وقناصة وفوضى، كيف يعيش أهالي الحديدة هذه الأيام؟ ووفقا للصحيفة، لم تكن تعرف هذه المدينة المسالمة في أحضان البحر الأحمر أن اللعنة الحوثية التي حلت عليها كما فعلت بصنعاء وغيرها من المدن والمحافظات اليمنية ستقودها إلى هذه الهاوية، حيث الخنادق المعبأة بالموت وسط أحياء المفخخة بمخازن الأسلحة والقناصة. المدينة التي كانت تعد متنفسا لأغلب سكان المحافظات الشمالية أصبحت منذ سيطرت عليها الميليشيات الحوثية قبل أكثر من 3 سنوات وجهة لكبار مشرفي الجماعة ومسلحيها القادمين من خارج المحافظة، حيث باتت نهبا لهم بمزارعها ومبانيها ومصالحها الحكومية وإيرادات مينائها. فكيف يعيش أهليها مع الدخلاء الحوثيين وقناصاتهم وألغامهم وخنادقهم؟ يقول أحد الموظفين في ميناء الحديدة في حديث للشرق الأوسط: لقد مللنا تعسفات الجماعة وقياداتها منذ أن سيطروا على الميناء، أضافوا أكثر من 200 عنصر من ميليشياتهم إلى قوام العاملين الأساسيين، وباتوا هم الذين يحصدون القسم الأكبر من إيرادات الميناء بقيادة مشرفهم. يقول الكاتب عبد الرحمن الراشد أن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل مع إيران كمصدر تهديد لمصالح بلاده، وعليها أن تعرف حدودها في التعاطي مع دولة عظمى، لكنه يتوقع من حلفائه الأوروبيين والعرب تحمل مسؤوليتهم معه. ويضيف الراشد في مقال نشرته الشرق الأوسط: طبعا لا يتفق مع ترامب كثيرون، لكن أفعاله تعبر عن مواقف الحزب وتحديدا اليمين. الذين يختلفون معه يعتقدون أن على الولايات المتحدة كدولة عظمى مسؤولية سياسية وأخلاقية أكبر في إدارة العالم، وأن مبادئ أوستفاليا التي كتبت من 400 سنة لم تعد تصلح مع التغييرات الهائلة نتيجة التقنية والتبدلات الجيوسياسية. انفجار الهجرات بسبب الحروب الأهلية أو الجوع وسوء الإدارة الاقتصادية قد تبرر التدخل العسكري عبر الناتو أو اقتصاديا عبر البنك الدولي. أما ترامب بصفته رئيسا ليس بالضرورة يعكس تماما رؤيته الشخصية للعالم من حوله بقدر ما يترجم آراء الحزب الذي أوصله للبيت الأبيض.
فهو قبل ذلك معروف بصفته مستثمرا دوليا، وتعامل مع المهاجرين ومع الأجانب المستثمرين لكونه من سكان نيويورك وتجارها. ترامب كإدارة والحكومة كمؤسسات والحزب وراء التغييرات الكبيرة في سياسة أمريكا الخارجية لا ترى القيمة نفسها للمنظمات والتحالفات التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية. أكثر خبر تداولته الصحف العربية الصادرة اليوم هو خبر الإفراج عن أشهر سجينة فلسطينية، حيث عنونت صحيفة الأيام الفلسطينية عهد التميمي حرة، حيث أعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي غادرت السجن بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة 8 أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين في واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو وحولتها إلى رمز للمقاومة عند الفلسطينيين. قال متحدث لفرانس بريس أن التميمي ذات 17 عاما ووالدتها التي سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة قد تم نقلهما من قبل السلطات الإسرائيلية من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تعيشان. ووفقا لقناة I24 الإخبارية الإسرائيلية، فإنه تم إطلاق سراح عهد التميمي التي باتت رمزا للمقاومة الفلسطينية ووالدتها من سجن هاشارون. وأفادت وكالة رويترز أن إسرائيل أفرجت عن التميمي التي سجنت في العام الماضي بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة. هل يتطلب التعاون الدولي قيما مشتركة؟ تحت هذا التساؤل نشرت صحيفة الغد مقالا كتبته نيجيري تويوت وقالت في جزء منه: على مدار العقود السبعة الماضية كانت القيم الديمقراطية تؤسس الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لتعميق التعاون الدولي، ومنذ نهاية الحرب الباردة عندما ادعى الغرب انتصار الديمقراطية الليبرالية كان القادة الأمريكيون والأوروبيون يستشهدون في كثير من الأحيان بالقيم المشتركة في منتديات مثل منظمة حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الكبرى السبع. لكن العالم تغير، فلم تعد روسيا في احتياج إلى أن تكون جزءا من نادي المنتصرين في الحرب الباردة لتعزيز مصالحها الجيوستراتيجية، ولم تكن الصين عضوا في هذا النادي قط. لكنها على الرغم من ذلك ارتفعت إلى مرتبة القوى العالمية الكبرى، والواقع أن هذه الدول جنبا إلى جنب مع غيرها من الاقتصاديات الناشئة الكبرى تتحدى على نحو متزايد الهيمنة الجيوسياسية التي تصور الغرب أنه نجح في تأمينها. حرائق كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية كما غطتها الصحافة الأمريكية ونشرت العديد من الصور تظهر حجم الكارثة التي أدت إلى إجلاء آلاف من الأهالي، نتابعها في الصور المنشورة في الجارديان. نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشره في عدد من الصحف.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا على خير، في أمان الله.